بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا لا تشمت من الأعداء وانصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، يا سميع يا عليم يا عزيز يا قهار يا ذا الطول. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. نعود إلى آية قريب 17 من سورة الإسراء، اللي هو نكتب، لا 18: من كان يريد العاجلة ستفي كي فالا فيت سيليسي با 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 با. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. شوف ربي إرادتك يبين لك اللي مش كله في خيرك. إذا كان إرادتك تقتصر على ما تفهم عن الحياة، كان من موجودة كان هنا وليس هناك حياة أخرى، نبعث من جديد، فويل لك. هذا يقول ربي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا إذا يعجل ربي إن أراد التعجيل، ويعجل لمن اختار أن يعجل لهم، يعني خذت فيها، خديت نصيبكم الدنيا، وقالكم كان العذاب وجليل بي سيبور كاسي. نسأل الله السلامة، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا مهيئين أن نكون خير العباد عندك، غير مذمومين وغير مدحورين. آمين يا رب العالمين.